السلام عليكم مصابه بخير. هاني كلشي مزيان ومسمحوا لي على الاضاءه، ما عرفتش علاش حيت ما عنديش رينغ لايت، خدامه غير بالتليفون العادي ومشى على جوج ضوا باش يدير لكم ديال. المهم الموضوع ديال اليوم هو غنهضر لكم على لوستي ديال الخنيفره، كاش سبحان الله حتى انا فاش كنت يلا بغيت نتخلى ما لقيت حتى شي انفو عليها، ما كيهضر على حتى شي واحد اللي غنهضر عليها. غنهضر على لوستي اشنو فيها، وغادي نهضر على الكرا كي داير، فين تخصك تكري باش تكون قريب، فين جات بالضبط تخرب كامل. المهم تو دابور غنبداو بلوستي. الناس اللي يلا غيدفعوا لوستي زعما من الباك لوستي غادي يجيو مثلا غيدفعوا التوجيه، وغادي تجيهم لوستي خنيفره. لوستي خنيفره محقوره صراحه الله، ما عرفتش علاش. المهم واخا راه فيها زعما شي فيليا وراه ما يمكنش. المهم غادي نبداو ب فين جات. المهم هاد لوستي راه تاسست في 2014 جو بونس، ونقول لكم فين جات. العام اللي فات كانت يعني داخله، يعني كانت في المدينه زعما، كانت في جويد خنيفره زعما. ولكن هاد العام زعما 2021 جاء مزازيد الشن لوستي زعما جديده اللي جات في الخرجه ديال خنيفره. جات يعني كان واحد الجبده، المهم حدا واحد ليكيتاسيون ديال ركوب الخيل جات تما حداها. دونك نبدا لكم بالقرايه الاولى، هي اللي ندوز لكم داك التخربيق كامل. بالنسبه للقرايه اشنو فيها، فيها 3 ديال لي ديبارتو، ماشي 3 4 ديبارتو، غنهضر لكم على ديبارتومون، مي راه كل ديبارتومون راه فيها دي فيليير زعما فيها لي زوبسيون. المهم انا راه ما حضرتش هاد الشخص نلقى. كاين الديبارتومون الاولى سميتها تكنيك دو جيستيون دو كومونيكاسيون اي سون سوسيال، يعني سوسيال السوسيال كيقراو فيها لي زابروش سوسيال اون جينيرال. المهم كاين سوسيال وكاين جين انرجي انرجيتيك اي بروسيدي. هاد جين انرجيتيك اي بروسيدي فيها لي زوبسيون، فيها جيني تيرميك وجيني انرجيتيك جيني رينوفلابل. وعندنا بيوتكنولوجي اناليز، كاين فيها حتى هي دو جوج ديال لي زوبسيون، فيها بيوتكنولوجي فيجيتال و بيو اناليز اي كونترول. وهي اللي كاينه جيستيون دونفيرونمون، هي زعما جيني دونفيرونمون اللي دايره انا. غادي نهضر لكم مزيان على الفيليغ ديالي، الحكايه اللي عارفاها مزيان، الاخرين انا ما عرفتش شنو كيقراو صراحه الله. المهم بالنسبه لجيني دونفيرونمون فيها 3 ديال لي زوبسيون، فيها جيني دون فيها جيستيون دونفيرونمون يلاه دارت غير البروم ديالي في 2020، وفيها انيماسيون ناتور، وفيها بيسيكيتور. جيستيون دونفيرونمون هي تسير زعما تسير البيئي، وجيستيون والاخر انيماسيون ناتور هو التاثير البيئي، وبيسيكيتور هو تربيه الاسماك. انا دايره جيستيون دونفيرونمون، غنقول لكم على جيستيون دونفيرونمون هيك هي اللي عارفه عليها بزاف. المهم جيستيون دونفيرونمون تيقراو فيها بزاف ديال زعما بالنسبه للاس ان، الاس ان كتخلط مع الدي تي ار. هاد الدي تي ار زعما تنخلطوا فيها حنايا جيستيون جيل دونفيرونمون، حيت في الاس ان كيتخلطوا كاملين، كيكونوا مازال لي زوبسيون ما مفروكينش، كتقراو كاملين عادي، وكتزاد علينا واحد الفيليا اخرى سميتها الدي تي ار. دي تي ار ديبارتمون دي تي ار تيريتوريال رورال مع رورال. المهم هادو كيتزادو معنا في الاس ان كنقراو يعني كوما ابري كلها كتزلع دي تي ار كيمشي، و جوست جيني دونفيرونمون حتى هي كتزلع 3 ديال لي زوبسيون 3 ديال لي زوبسيون. وبالنسبه للاس ان اشنو كيقراو فيها، كيقراو فيها السوسيولوجي لي زابروش المات لانفورماتيك ليكولوجي جيستيون دو لو ماروك تريتمون ديال لو كاليتي سيكوريتي دونفيرونمون الهيجيان. هادو هما لي سونسييل لي كيقراو في الاس ان. ومن بعد في الاس 2 كيت زعما كما قلت لكم كيتفرقوا لي زوبسيون، ولكن بحال مثلا جيني دونفيرونمون قلت لكم فيها 3 ديال لي زوبسيون، كاين عندهم دي موديل اللي هما كوما بحال مثلا بيولوجي انيمال بيولوجي فيجيتال، هادو كوما واحد شي حاجه ميثود تخرج صراحه ما عقلتش على لي موديل. مهم في الاس 2 كتدخلوا شويه سبيسياليتي، كتقراو ليكولوجي، كتقراو تريتمون دي ديشي، كتقراو ميكروبيولوجي، ماشي ميكروبيولوجي، ميكروبيولوجي كتقراو في الاس 1، الاس 2 كتقراو لا الميكروبيولوجي حتى هو صراحه كاين الموضوع صراحه ماشي كثير لي زيليمون لي كثير. المهم كتقراو تريتمون دي ديشي بزاف، وكيكون زعما تيكونوا لي ديسورسي
بيان سو فاش كتكونوا دي سورسي، كيكونوا دي سورسي كتخرجوا انا جوايد الخنيفره ولا كيديوكم الافران ولا مكنا على حساب برو، حيت كاش كاين واحد البيوس مخصص لهاد لي سورسي. بالنسبه نهضر لكم شويه على لي بروف. لي بروف صراحه طلع لي بروف فيهم وفيهم، ماشي كلشي زوين ماشي كلشي خايب. دونك بالنسبه لسميتو بالنسبه لي بروف كاين صراحه الناس صراحه الله كيشرحوا مزيان، كيما كيشرحوا مزيان، باقي لي جون يعني عندهم واحد الطاقه باش واحد لينيرجي باش يشرحوا لكم، اسمحوا لي واحد الطاقه باش يشرحوا لكم صراحه الله. كاينين زعما كاين لي كومبيتون واش اخر زعما بالنسبه للغياب، الغياب في الاس ان والاس دو والاس ترو ما كانوش كيحكا زعما تجي ما تجيش، ولكن في الاس لا اس 3 اس ان اس 2 اس 3 كانوش كيحكروا على الغياب زعما تجي ما تجيش وكذاك. مي اس 4 كاينين دي بروف اللي كيقيدوا الغياب وتيقول لك الا درتي 3 ديال لي زابسون يعني متابعين كتمشي شنو زعما كتمشي باش تهدب الغلط داكشي التخربيق. المهم باش تستفيدي داكو كاينين دي بروف زعما ما كيهتموش سوا جيتي سوا ما جيتيش زعما كيكون زعما بحال اللي تعلم عادي جدا ما كيحكروش على الغياب بزاف. مي هاد الاس 4 شويه كانوا محكرين دي بروف يعني كيلكو بروف ماشي كاع لي بروف مي شويه منهم. بالنسبه للميثود كيفاش كيخدموا كاين يعني كيديروا لي زيكسبوزي كيديروا لي تي دي زعما اي ايكول غيديروا هادشي زعما عادي جدا. نهضر لكم على لي ستاج ملي بنسمح ويلي معرفت من ديال المهنه اليوم مهوج. بالنسبه للستاج كيتخرجوا يعني كتخرجوا مثلا في الاس 2 في الخال ديالو كتخرجوا شهر 5 تهضر على لو ستاج خنيفر انا ما عرفتش على لو ستاج الاخرين. وفي العام الثاني كتخرجوا شهرين تخرجوا شهر 4 و 5 خصك كتسوتني. بالنسبه لي زونكادرومون كاينين لي زونكادرومون يعني كاينين لي كيزونكادريو مي يمكنش ميكونش عندك اونكادرومون في لي ستي ديال خنيفر ضروري. وهادي افونتاج حيت كاش كنهضر مع صحابي انا في لي ستي الاخرين ما عندهمش لي زونكادرومون هذا، وهذا عندنا واحد لافونتاج كاين في لي ستي ديال خنيفر انه كاينين لي زونكادرومون كيتبعوا معاك زعما اشنو كدير من الاول حتى الاخر وفين وصلتي وديك التخربيق. مي انا كنعممش كاينين دي بروف لي ما كيجاوبوش على الايميلات ديال لي ستوديون ما كيجاوبوش على لي ميساج. دونك خصك تمشي لعندو الا قيتي في ليكول ولا سوني ليه المهم باش يجاوبك. كاش ضروري خص ضروري ستوديون باش يعاونك حيت كاش راه تقدر حتى حاجه ما تعجبو في داكشي وفي ستنين تضرب لك كل شي زيرو ما عرفتش. المهم والحمد لله انا كنتلاقى غير بالناس زوينين والحمد لله. ثاني حاجه بالنسبه للعطل هذه نقطه مهمه بالنسبه للعطل اللي كاينين في خنيفرة. بالنسبه للعطل اللي كاينين في خنيفرة سبحان الله خنيفرة عندها واحد لافونتاج ما يمكنش اول لوست في المغرب اللي كيشدوا شهر في العطل ما يمكنش في العطل. نقول لكم علاش دابا هما نورمالمون كيكملوا تيكملوا بكري يعني لي بروف كي افونسيو في لي كور باش يكملوا بكري يعني كيكملوا لي كور بكري وكيديروا لي زيكزام بكري وكيصحوا لي زيكزام بكري. مثلا بحال لا كوريكسيون ديال لي زيكزام كي افيشيو لي لا كوريكسيون لا كي افيشيو سيمانه كدوز مثلا في 20 كي افيشيو في 26 27 كي افيشا سميتو وكيعطيوك سيمانه ديال راتراباج زعما باش تما باش باش زعما تبريباري باش تحفظ. وهذوك اللي مرجع لهم حتى راتراباج شهر ديال العطله والله الا كنت كنهضر معكم الساغره ما كنضحكش شهر والله حتى شهر. الاس 2 خديت شهر تقريبا شهر وفي الاس 3 حتى هو شهر زعما. مهم ولكن غنشرح لكم باش تشدوا الشهر خصكم بريباريو مزيان حيت كاش لي زيكزام الا ما رجع لك حتى شي حاجه كتشد الشهر ديالك. ونقول لكم بالنسبه لي زيكزام والله القاسم و تبريباري مزيان وتركز مع البروف الا غتفاليدي حيت كاش نقول لكم علاش كاش تحط لكم شي حاجه اللي هي في المتناول داكشي اللي قريتي. ممكن نوصيكم عمركم تشدوا زكار مع شي بروف حسن الثقه حيت كاين فريمون دي بروف دي يستحيل تفهموا. هذه من ناحيه العطل حيت صراحه حسيت انا عطله ودوزت فيها ستاج ليبر
دونك تقدر تستغلو تمشيو تحفظو وتبريباريو مزيان ودوزو ليكم كونكور دوزو لي زيكزام ديالكم الاز تشدو شهر وتديرو بيه ستاج ديبر دابا باش تكونو ذكيين. المهم بالنسبه لزنان العطل بالنسبه لفليزنا اخر قلنا هادشي كامل لي مهم. بالنسبه للكور اللي بغى الكور انا غنخلي لكم الانستغرام ديالي لتحت واللي بغى الكور يهضر معايا في الانستغرام غنصيفطو لكم سوفون بي دي اف. بالنسبه للطوبيس طوبيس من مثلا المهم طوبيس فين مدك جوج دراهم يعني لا غلا على مسكين. مي بالنسبه للكرا انا نقول لكم الكرا الاحياء اللي غاليين الاحياء اللي ما غاليينش. مهم بالنسبه للاحياء اللي زوينه وزعما ترونكيل اللي جربت انا المهم كاينه فايزه انا فايزه انا كريت فيها زعما ترونكيل. ثانيه كاينه واحد الزرقاء المهم كاينه بيزانا المهم كاين واحد لي سيكل المهم لي سي طارق مشهوره ب المهم طارق. المهم هذا الحي هذا مورا اللي ساكنه فيه دابا حاليا مورا المكان واحد الزرقاء واحد الحومه مورا بيزانا ما عرفتش سميتها. المهم حي فيه لحي جبونس هادو زوينين ولكن الكرام نقولوا زعما شويه ما بيش شويه تسمع بغيتي شي حاجه بغيتي شي دار زوين ماشي زعما شي قنت زوين في خنيفه بحال مثلا هادو اللي عرفت مثلا بيزانا هاد حي فلاحي وحي فازا ما يمكنش راه واحد الثمن خيالي تقول لك 30 40 بيت جوج بيوت. المهم ما مفرشه حتى حاجه اللي تتفرشها هما لي زانفورماسيون لي سيغ تقدروا تعرفوا باش انتيغريو لو هوستيل اللي ما كيعرفش لي سيت خنيفره ولي سيت خنيفره اللي بغى يدور بيان سيغ زعما راه كاين هكوك باش يدور كاين زعما فين ساره صراحه الله خنيفره زوينه فيها ميد شيف فيها عيون مربية فيها اكل مام شي كلمامين فيها ويوان مهم اللي كيسمع بعد النواحي وقريبه الافران. دونك الا بغيتي زعما اون ميم طون تقرا ودير سياحه ما غالياش من ناحيه المعيشه ما غالياش باش نكونوا صريحين من ناحيه المعيشه معيشه ما غالياش زعما الخضره وداكشي المهم ما غاليش. كارفور كاين كارفور هنايا في خنيفرة زائد الناس الله يعمر ليهم الدار انا صراحه الله كان زعما تنتلقى بالناس الله يعمر ليهم الدار وتحيه للناس خنيفرة توقف عليهم تلقاهم زعما فريمون الله يعمر ليهم الدار بهذا المعنى واو تحتاجيهم يعاونوك تسوليهم يوقفوا معاك حتى تسالي الكرا زعما فريمون الله يعمر ليهم الدار. فاش نقول الله يعمر ليهم الدار الله يعمر ليهم الدار وللناس اللي تيقولوا انها خايبه راه ما خايباش الا شديتي التقار ديالك وشديتي التسع ديالك راه حتى واحد ما غيقرب ليك حتى واحد ما غيمسك. دونك اللي كيقلب على شي حاجه راه اللي دار شي حاجه غيبقى تلقاها. دونك هي من النواحي اللي كان وتخرج في 12 د الليل وحده د الليل ما كاين اللي قيسك تنهضر معاكم بصح ماشي كنجامل صراحه الله ناس زوينين والناس اللي محترمين الا شديتي التقار ديالك يعطوك التقار زعما فريم كنقول لكم زعما مامنه صافي هادشي اللي كاين على الخنيفرة اللي كرطات لكم على الكرا درت لكم على القرايه فيها درت لكم على اشنو فيها درت لكم على المعيشه رخيصه. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو ولا بغيتو تسولوا دي كيسيون ولا عندكم شي تساؤلات ما تنساوش طرحوهم عليا مرحبا بكم والانستغرام ديالي غنخليه لكم في الديسكريبشن وبون كوراج